سلام ليكم متابعي الكرام، يا رب تكونوا بألف صحة وسلام. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم موديل البليزر الموجود قدامكم ده، وده متقدم على أكتر من جزء، فتابعوني وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ده الجاكيت اللي احنا هنشتغله. طبعا هعمل معاكم كل خطوات الجاكيت أو البليزر اللي قدامكم ده. طبعا الالوان اللي انا عاملاها دي، ده مش جاكيت هستخدمه، انا عاملة فيه الوان كتير علشان خاطر تبان في التصوير، لان لو هستخدمه اكيد مش هعمل كل الالوان دي، هعمله لون واحد بس او لونين بس. انا عاملة كل الالوان دي علشان خاطر يبان في التصوير. عاملة معاكم الجاكيت خطوة بخطوة، كل الحاجات اللي فيه دي اتعملت، كل الخطوات بتاعته طبعا، من بداية القص لحد تثبيت البرلون. بمناسبة البرلون ده حاجة جديدة، البرلون ده هو حاجة زي الفازلين بس زي القماش مرنة، مش الفازلين ده اللي في البطانة بيخلي القماش واقف، لكن البرلون ده بيتركب في القماش، بيثبت بالمكوة برضو. ده زي القماش، بيتثبت وبيخلي القماشة ثابتة وفي نفس الوقت مرنة، يعني بيتقلها وفي نفس الوقت بتكون مرنة. ده اسمه برلون أو حشو، معرفش عندكم هيكون ليه اسم تاني ولا لأ. طبعا شفنا تركيب الزرار والتاني الجاكيت، كل الحاجات الصغيرة دي اللي احنا بنحس ان هي صغيرة، بس لو عملناها بدقة، لو عملناها كويس، هتدينا شكل اجمل. ولو يعني استصغرناها او ما اهتمناش بيها، ممكن تعمل لنا مشكلة في شكل البليزر او الجاكيت، وشكل القلابة برضو عاملينه، والكم تركيبه، والكتافة او الاوبليت، كل الحاجات دي اتعملت خطوة بخطوة. فاتمنى انكم تتابعوني في كل الخطوات، وعلى فكرة الخطوات دي ينفع تستغلوها في حاجات كتير خالص، يعني دي اساسيات في البليزر او الجاكيت، ينفع تعملوها في موديلات مختلفة بنفس التشطيب يعني وبنفس الطريقة، فممكن تستفيدوا بها في موديلات مختلفة. أتمنى إن الفيديو أو مجموعة الفيديوهات اللي اتعمل بيها الجاكيت تنور إعجابكم، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة.